يقول: هل تجوز العمرة بعد مناسك الحج وقبل طواف الوداع، حيث أني لم أنوي إلا بالحج فقط، وبعد نويت العمرة وأحرمت العمرة من جدة، أفيدونا وفقكم الله. العمرة بعد الحج إذا حصل مثل ما حصل لعائشة رضي الله عنها حينما أحرمت بالعمرة فحاضت قبل أن تصل إلى مكة، نعم، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج ففعلت، وبعد انتهاء الحج طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر، فأمر أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها إلى التنعيم فأحرمت منه. نعم. فإذا جرى لامرأة مثل ما جرى لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ولم تطب نفسها إلا بفعل العمرة بعد الحج فهذا لا بأس به لورود السنة به. وأما من سواها فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يقم أحد منهم بعمل عمرة بعد أداء الحج، بل هذا عبد الرحمن بن أبي بكر كان مصاحبا لأخته وخارجا إلى التنعيم، ومع ذلك ما أتى بعمرة. ولو كانت العمرة بعد الحج من الأمور المشروعة لكان عبد الرحمن بن أبي بكر يفعلها لأنها متيسرة عليه، لا، حيث إنه قد ذهب مع أخته إلى التنعيم، فهذا دليل على أنه لا يشرع للحاج أن يأتي بالعمرة بعد الحج إلا إذا رجع إلى بلده ثم أتى بها من بلده، مثل لو كان من أهل جدة فلما انتهى الحج خرج إلى جدة ثم رجع محرما بالحج فلا حرج عليه هنا لأنه أتى بالعمرة من بلده. نعم.